بسم الله، والله أكبر. ربنا جملنا بالإحسان ودعمنا بالإيمان ورزقنا لك بالاستسلام لك يا سيد ما لك منه. آمين يا ربنا يا كريم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ إلى رب يكشف فيهم. هذوما 100% ما يؤمنوش بالبعث. اسمه عبد الله واسمه أحمد وعبد الكريم وغدا، هو يجري وراء الله كرم، والعياذ بالله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يا ولدي مش تتم. أنا ما بقولكش يا ولدي، يما كلمة صلاة سالت على اللسان راك مبعوث. شو بعد رغم أنت كيما سنبعث كذلك. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ مش لحاجة بسيطة. تصور أنت مدعو إلى محكمة ما تعرفش ولا بعد تحقيق تعرف المسألة معبية بك، يعني كنت كبير وتوب كما عندنا السياسيين وشبه رجال الأعمال اللي خربوا بلاد الإسلام. إلى من رحم ربنا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ pour un jour vraiment lourd en conséquence, parce que tout le monde va passer par le jugement divin. Suivez et reconnaît. Et les séries, c'est ça. Et ce qu'il y a, il y a un peu de dire, l'avocat, il y a un peu de dire, il y a un peu de dire, il y a un peu de dire, نوسع دائرة الاستيلاء على مال الحرام، نسأل الله السلامة.